يلا بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم طلابنا العسل، طلاب صف السادس الاعدادي واكيد بفرعي العلمي والادب. اليوم عندنا موضوع بسيط وبسيط جدا اللي هو على الوحده الاولى الدرس الرابع اللي هو نسميه phrasal verbs. phrasal verbs اللي هو الافعال المركبه والعبارات الفعليه. شنو هذا وايش قد علي وين يجيني كله راح يكون موجود عندنا، فخليكم وياه. So, موضوعنا اللي هو phrasal verbs العبارات المركبة والأفعال المركبة أو العبارات الفعلية. هاي منين متكونة؟ متكونة من فعل، فعل رئيسي زائد حرف جر. متكونة من فعل رئيسي زائد حرف جر راح تعطيني معنى ثاني للفعل. مثلا take، عندنا take بالأصل يأخذ، معنى خلينا وياها off، صار take off بمعنى يقلع، طائرة من تقلع نقلها take off، أو take off ملابس، تخلع ملابس. give يعطي، give يعطي، خلينا وياها اب صارت يستسلم، give up يستسلم او يتخلى عن. عندنا فعل turn، turn يعني يستدير، turn خلينا وياها down صارت يخفض، turn down يخفض مثل the music. turn on او off، turn on يشغل، turn off يطفئ. throw away يشمر او يقذف او يتخلص من. go out يخرج خارجا. try on يحاول او يجرب. هذا الشيء شلون يجيني وين يجيني؟ طبعا يجيني question 2 فرع اي هذا الموضوع، يجيني يعطيني هي الجمله يعني بها ثلاث كلمات اربعه ويقول لي put in the correct order. put in the correct order يعني رتب لي هذا الجمله بالشكل الصحيح، رتبها بالشكل الصحيح. المهم هنا عندي شنو احفظ وشنو وين اخليهن. شنو احفظ؟ احفظ احفظ المفعول به واحفظ حرف الجر. احفظ يعني لازم اعرفه واحفظه اللي هو المفعول به وحرف الجر. حروف الجر ذن اللي جاياتني بالامتحان ذن لازم نعرفه، من اشوف هذا اقول حرف جر وانا اخليه مكانه الصح اللي هسه راح نشرحه. اب حرف جر، داون حرف جر، ذني حروف جر ولازم وين اخليه مكان صح. نجي هنا ايضا هذا مهم جدا، مهم جدا اللي هو المفعول به. مفعول به يكون اما اسم او ضمير. اذا اسم ما عندي مشكله به بعدين من شرحه، اما اذا ضمير لازم احفظ ضمائر المفعول به حتى اخليهن مكانهن صح. فاذا ضمائر المفعول به اللي هو المي، يو، ذم، اس، هير، هم، ات، ذني ضمائر المفعول به لازم ينحفظن. هسه صار عندنا اثنين ينحفظن، الحروف الجر وضمائر المفعول به لازم ينحفظن. ليش؟ حتى اعرف اخليه هنا مكانه صح، لان هنا بالمطلب يقول لي رتب لي الكلمات، ذن رتب لي حرف الجر، رتب لي المفعول به ورتب لي الفعل. اوكي نجي نشرح هسه هنا. عندي الجمله منين تتكون باللغه الانجليزيه؟ الجمله باللغه الانجليزيه تتكون لي من سبجكت فاعل وفيرب فعل واوبجكت مفعول به. هاي السمبل سنتنس يعني الجمله البسيطه باللغه الانجليزيه. زين اجاني عليها دخيل اللي هو حرف الجر، حرف الجر قال خليه بالاخير، بريبوزيشن حرف الجر خليه بعد المفعول به. يا مفعول به هسه راح اشرح يا مفعول به. اوكي عندي هذا المفعول به، المفعول به قلنا شنو؟ ابى يكون ضمير او اسم. هنا اذا كان المفعول به، مفعول به اذا كان ضمير يعني اذا كان واحد من ذن، حرف الجر وين يكون؟ حرف الجر يكون بعد الضمير. يا ضمير، ضمير المفعول به يعني هذا ضمير مفعول به وهذا حرف جر. وين راح اخلي هذا حرف الجر؟ راح اخليه ورا المفعول به. اذا كان المفعول به ضمير فحرف الجر، هذا حرف الجر يكون بعد الضمير ضمير المفعول به. وين ضمير المفعول به؟ هذا. فهذا وين راح يجي؟ هنا. تمام. اثنين، اما اذا كان المفعول به اسم، مفعول به اسم فيكون، منو نقصد به يكون؟ يكون حرف الجر، حرف الجر وين يكون؟ اما قبل الاسم يعني قبل الاسم المفعول به او بعد الاسم المفعول به، والثنين صح. وين الاسم هسه عندي؟ هذا اسم، the music اسم، وعندي هذا حرف جر. هذا اما يكون هنا مكانه بعده بعد الاسم او يكون قبل الاسم، فالثنين راح يكونن صح. هذا
موضوع هو بسيط جدا، هسه راح نشرحه ونشوف، او راح نحل ذني جمل ونشوف. طبعا بالمناسبه حل وزاريات هذا الموضوع حل موجود عندي بالملزمه مالتي، هذه الملزمه وهذه وزارياته اللي هو 12 نقطه، ذن وزاريات مالته محلوله وتلقونها بصندوق الوصف، يعني راح احلها وتكون حلها بصندوق الوصف كل الوزاريات الموجوده هنا. اوكي، فنجي نحل الجمل. مطينا جملة قال لي can I try on them، قال لي put the in the correct order، خليها لي بالشكل الصحيح. اجيت انا قلت شلون ارتب الجملة؟ قلت الجملة بها subject فاعل، هذا الفاعل ينزل ما عنده مشكلة بي. بعدها قلت وراء فعل، وين الفعل؟ هذا الفعل try نزلته ما عنده مشكلة بي. بعدها شنو اريد؟ اريد مفعول به. اوكي، بعتها حرف جر، وين المفعول به؟ هذا وهذا، لا هذا المفعول به، فاجيب واخلي them. وبعتها حرف جر، وين الحرف الجر؟ هذا on خليته وانتهت الجمله. الجمله الثانيه I am tearing down it، ايضا قال لي put in the correct order، خليها لي بالترتيب الصحيح. هذا الفاعل ما له علاقه به، هذا طبعا وير حرف جر، حرف العفو فعل مساعد ما له علاقة بي. ورا شنو يجيني؟ فعل، وين الفعل من ذن؟ تيرن هو الفعل، فأقول تيرن. بعدها شنو أحتاج؟ أحتاج مفعول بي، أحتاج مفعول بي أما اسم أو ضمير. عندي مفعول بي ضمير ما بها مجال إلا يجيني هنا، فأقول I'll turn it وأجيب حرف الجر، وين أخليه بعد المفعول بي؟ داون. هنا بس تحفظون، بس تعرفون حرف الجر منو المفعول به منو، راح تنحل السالفه، لان كل واحد راح تعرفون وين تخلونه بيا مكان. ثلاثه يو كان ثرو اواي ات، وايضا قال لي بوت ان ذا كوركت اوردر. هذا الفاعل يو ما عندي مشكله به ينزل، فعل المساعد طبعا ما عندي مشكله به. شنو عندي؟ عندي بعث الفعل الرئيسي اللي هو ثرو، وبعث احتاج حرف جر او عفوا مفعول به، العفو مفعول به احتاجه، وراء اوي اللي هو حرف جر. Now can you turn the light on، يعني تقدر تشغل اللايت. So كان حرف جر فعل مساعد، ايش زي حرف الجر يو، وراها احتاج turn فعل، ورا شنو احتاج؟ احتاج مفعول به، هذا المفعول به اسم. قلنا اذا اسم تنحل بطريقتين، اما تقول turn on the light، وين اجى المفعول به هسه؟ بنهايه الجمله. او تقول turn the light on. تمام، نفس الشيء هنا كان يو تيرن، تنزل هذا الفعل. ذا ميوزك، ميوزك اسم، اما تخليها هنا بعد الفعل ذا ميوزك اوف، او تقول تيرن اوف ذا ميوزك. هذا كل ما بهذا الموضوع. هذا الموضوع شنو المهم؟ المهم ان تعرف حرف الجر منه والمفعول به منه، تيجي ترتبهن كل واحده مكانها الصح. جمله شنو؟ فاعل، فعل، مفعول به، لازم تعرف المفعول به. مفعول به اذا اسم ما عنده مشكله، اما اذا ضمير ذن ضمار لازم ينحفظن. ذن ضمار مفعول به وراها شنو يجيني؟ يجيني حرف جر وخلص. حروف الجر لازم تحفظهن، ذن اللي هن جاياتني بالتمرين بالامتحان. موضوع بسيط جدا وعليه درجتين، ويجيني بالسؤال الثاني فرع اي. لهنا انتهى هذا الموضوع البسيط الشيق، اتمنى اشوفكم ان شاء الله بالمحاضره الجايه موجودين هنا، ولا تنسون مشاركه الفيديو مع اصدقائكم وتعليقاتكم الطيبه واللطيفه مثلكم. ايضا راح يكون حل الوزاريات بصندوق الوصف. شكرا، تحياتنا لكم.